العالم تعريف حدث مهم، وهو حدث زيارة السيد وزير العدل في هذه المحكمة. هذه الزيارة تأتي في إطار ترشين بناية هذه المحكمة، وهي البناية التي كانت موضوع عدة إصلاحات إلى أن بدأت الآن في وضعية جيدة وتتوفر على المعايير وعلى الجودة المطلوبة. زيارة السيد وزير العدل كانت مناسبة لتفقد مرافق هذه المحكمة. فعلا تم تفقد مكتب الواجهة، وهو المكتب الذي كان قد أطلق خدمته سابقا وأظهر على نتائج جد إيجابية، خصوصا خلال مرحلة الحجر الصحي، وهي المرحلة التي استدعت القيام بمجموعة من التدابير احترازية حفاظا على صحة العاملين بهذه المحكمة وحفاظا على صحة الجميع. مثل الواجهة فعلا كان له دور إيجابي في تسهيل عملية ولوج المرتفقين لهذه المحكمة، وكذلك الإسراع بالخدمات المؤتة للمرتفقين، وبالتالي كان له دور إيجابي في الرفع من منسوب النجاعة القضائية. إذن زيارة السيد الوزير هي جاءت لتؤكد الاستمرارية في أداء هذه الخدمات، كما هي مناسبة كذلك لتفقد سير العمل بهذه المحكمة في شقه الإداري بطبيعة الحال، وهو الشق يعني الشق الإداري. إذا ما تم تجويد خدماته سيكون له الأثر الإيجابي كذلك حتى على المستوى الجانب القضائي. زيارة السيد الوزير كذلك جاءت من أجل سماع الحاجيات والمتطلبات اللازمة لسير العمل بهذه المحكمة، الكل من أجل ضمان خدمات أفضل للمرتفقين. إذن نحن نتمم هذه الزيارة، والسيد الوزير هو اختار التواصل بشكل شخصي ومباشر مع مكونات هذه العدالة. إذن ليس لنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للسيد الوزير على هذه المبادرة وعلى هذه الخطوة.